أصدرت وزارة النقل توجيهاتها بالسماح للمواطنين بالعمل بمركبتهم الخاصة في مجال خدمات نقل الركاب المقدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وستكون الأولوية للعمل في هذا المجال للمواطنين المسجلين في نظامي ساعد وجدارة، كما يمكن لطلاب الجامعات وموظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي القطاع الخاص العمل في هذا النشاط. كما ربطت وزارة النقل تقديم هذه الخدمات بنظام وصل الإلكتروني الذي يمكن الوزارة والجهات الأمنية من التحقق من هويات السائقين وبيانات المركبات والرحلات.